أولى محطاتنا الصباحية حتكون مع عالم الفلك نور. رح نحكي طبعا أنه مثل ما ذكرنا أنه الرابع من شهر تشرين الأول هو بداية أسبوع الفلك الدولي. بدنا نحكي عن مشاركة الجمعية الفلكية السورية وأنشطتها، وأيضا التفاصيل رح تكون مع ضيفتنا بالاستوديو السيدة تركية جبور، منسقة أسبوع الفلك الدولي بسوريا وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا يسعد وسهلا صباحي. فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الأسبوع الفلكي الدولي اليوم بسوريا. هلأ فعاليات الأسبوع الفلك الدولي أو نسميه أسبوع الفضاء الدولي تم إطلاقه ب4 أكتوبر عام بمناسبة إطلاق أول قمر صناعي. بعام 1999 بديسمبر 99 اجتمعت الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرروا يسلطوا الضوء على إسهامات التكنولوجيا، فائدة علوم يعني الصواريخ اللي صارت. مثل ما بنعرف نحن بعد 1945 طلع كانت عندنا الحرب العالمية الثانية نهايتها، فطلع عندي قطبين كتير أقوياء اللي هنا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. لما خلصت الحرب العالمية الثانية كان في عنا سلاح كتير قوي اللي هو القنبلة الذرية. هون بلش شيء اسمه سباق الفضاء من 1945 هيك ل 57 اللي هو اطلاق اول قمر صناعي ب 4 اكتوبر، كان في له اثر كثير كبير على الدول، على الاتحاد، على الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. لما اطلق الاتحاد السوفيتي ب 4 اكتوبر القمر الصناعي، اول صوت اطلقوا بيب بيب بيب، فشكل صدمه للولايات المتحده الامريكيه انه شو هذا الشيء اللي الاتحاد السوفيتي اطلقه، هو شيء ليتجسس عليهم ليشوف الصواريخ اللي عندهم. فهون بلش سباق الفضاء. بعد فتره بلش تتوالى انجازات الفضاء ويتم اطلاق انجازات جديده. تم بعدها بشهر اطلق الاتحاد السوفيتي ثاني قمر صناعي. طبعا هون بلش عنا سباق الفضاء، بلشوا يتنافسوا. ليش؟ شو التنافس هذا؟ الاقوى بالفضاء هو الأقوى على الأرض. نحن شو هدفنا من إطلاق قمر صناعي؟ إطلاق القمر الصناعي له أهداف تجسسية، يعني الدولة اللي أطلقت قمر صناعي قادرة تتجسس على دولة أخرى. لكن في فكرة كتير مهمة، الصاروخ القادر يطلق قمر صناعي على الفضاء هو قادر يعبر القارات، قادر يوصل لدولة العدو. يعني الاتحاد السوفيتي أطلق قمر صناعي على الفضاء قادر يوصل للولايات المتحدة الأمريكية. هون بلش هذا السباق، بلش هذا الخوف، بلشت تتوالى إنجازات الفضاء. هيك لل 61 تم إطلاق أول رائد فضاء يوري جاجارين السوفيتي، تم إطلاقه للفضاء، سافر بجولة حول الأرض. ب 63 بقى بلش دخول الإنجازات الكتيرة. هيك لو وصلنا لل 69 وهبوط أبولو 11 على سطح القمر. نعم، طب خبرينا يمكن عن طبيعة المشاركة السورية أيضا، كيف كانت؟ شو المميز فيها؟ هلا طبيعة المشاركة السورية، نحن كسوريا عضو بالاتحاد الدولي للفلك من 2018. كجمعية الفلكية السورية يمكن كلكم صرتوا تعرفوا، مشاهدينا الكرام صاروا يعرفوا انه تأسسنا ب 31/8/2005. هدف الجمعية نشر علوم الفضاء والفلك والثقافة الفلكية على كافة المستويات. يعني نحن بنروح لعند العالم ونعرفهم على أهمية علوم الفضاء والفلك، نحن شو بنستفيد من هاي العلوم. فنحن من خلال الإنجازات اللي عملناها، النشاطات اللي عملناها، مراسلات الكبيرة مع الاتحاد الدولي للفلك، رغم العشر سنين اللي مرقوا علينا من الحرب، الدمار اللي كان، القذائف، الاشياء اللي صارت، قدرنا كسوريا بال 2018 ب 30 اب نسجل اسمنا ونرفع علمنا صحيح بالاتحاد الدولي للفلك، نكون دوله موجوده بهذا المكان اللي بيضم عدد كثير كبير من الدول المختصه بمجال الفضاء. نحن في تنسيق بيننا وبين مكتب الاتحاد الدولي للفلك وبين مكتب التوعيه الفلكيه وتعليم الفلك وتطويره بالمدارس. فمن خلال هاي القصص بيصير في تنسيق بالنشاطات اللي بدنا نعملها. كل النشاطات اللي بنعملها بيتم ترجمتها وارسالها للاتحاد الدولي للفلك. وطبعا الاتحاد الدولي للفلك الدول الموجوده فيه هي مو دول دائما ثابته، هي دول بتتغير في تصويت على هاي الدوله شو نشاطاتها، هاي الدوله شو عملت، وبناء على التصويت وعدد النشاطات اللي بتقوم فيها الدول هاي الدوله بتبقى او بيتم اخراجها من الاتحاد الدولي للفلك. نحن عم نحاول النشاطات اللي عم نعملها بسوريا تغطي كافه المناطق السوريه، كافه، نوصل لكل الشرائح. في عنا مشروع بلش من السنة الماضية، يعني هون بلش من أول تأسيس الجمعية اسمه الفلكي الصغير، لكن ركزنا عليه فترة الكورونا والتعليم على أونلاين، وحكينا عنه كثير هون بالإخبارية، مشكورين سلطوا الضوء عليه الصبايا. فكتير كان شيء مهم أنه نحن نوصل لكل الفئات. عم نحاول نوصل مثلا للمرأة. احتفالية الأسبوع الدولي للفلك هاي السنة هي بعنوان المرأة في الفضاء. حلو. طيب خلينا نحكي، يمكن أشرتي لنقطة كتير مهمة، يعني 10 سنوات
من الحرب، ونحن فعليا عم نشارك مثل ما قلنا بنشاط عالمي على مستوى العالم، وب 2018 كان الانجاز الاهم. اليوم اهميه مشاركه سوريا بالاسبوع الدولي للفلك، خلينا نحكي عنها وقديش فعليا مثلا لما نقول ضمن هي الظروف الاستثنائيه لكن عم نقوم بنشاطات وفعاليات فعلا لتغطي هي الفعاليه. نور، نحن بسوريا الفتره اللي مرينا فيها ان شاء الله ما حدا يمر فيها، كان فيها كثير وجع والم لنا، كان في كثير دمار ببلدنا، لكن نحن سوريا ولادي، سوريا ارض الحضارات، يعني هاي البلد انطلق منها كثير اشياء، يعني في ارض الابجديه اوغاريت، فنحن وسمينا كوكب ونجم اوغاريت وابلا، فنحن بهي البلد دائما الانسان السوري مبدع، وين ما راح السوري دائما في ابداع، في انجاز له، نحن عم نحاول دائما نسلط الضوء على قدراتنا كبشر، قدرة الانسان، يعني نحن لما بنعطي او بنعمل نشاطات بنعلم فيها الاطفال او النساء او الشباب، يعني نحاول نستقطب هاي الفئات العمرية كافة، نزرع فيهم اهمية العلوم، نعلمهم اهمية العلوم، نحن بالتالي عم نوصل لبناء مستقبل حلو لوطننا، يعني نحن عم نحاول نرمم الشيء اللي صار، الدمار اللي صار، يعني اليوم مثلا اسبوع الفضاء الدولي عم يركز على دور المرأة بالفضاء، ايه دور المرأة بالفضاء، تعوا شوفوا عنا بسوريا، يعني النساء هن نصف المجتمع، النساء مو بس قاعدة بالبيت وطبخنا وجلينا وهدول القصص وجبنا اولاد، لا، هلا المرأة جنبا لجنب للرجل، يعني قديما باوروبا كانوا في كثير من النساء ما يتعلموا، يعني بالوقت اللي كانت جامعة دمشق هون بعام 1930 عم تخرج طبيبات، كان في عنا بامريكا في نساء مو قادرين يشتغلوا، يعني في عالمة اسمها ماري واتسون بهديك الفترة كانت توفت هي بعام 1928، فكانت عم تحاول بس تأمن عمل لحتى تعيل أسرتها، بهديك الفترة ما كان مسموح للمرأة تعمل، فنحن عنا هون هذا البلد فيه تمازج حضارات، يعني ما في مشكلة، نحن مع يعني وشفنا هالشيء يمكن لاحظناه خلال الأزمة، إنه النساء اللي توفوا أزواجهم، زوجات الشهداء، ما قعدت وقعدت تندب حظها وتلطم وكذا، لا بالعكس، حاولت تشتغل لتعيش بكرامة، تعيل أسرتها، فنحن عم نحاول نسلط الضوء على كل هدول القصص، دور شبابنا بتنمية علوم الفضاء والفلك، دور الصبايا، دور البنات، يعني احنا هلا عندنا بالجمعيه بتجوا بتشوفوا بالجمعيه في عندنا الفئه الاكبر الناشطه هي من الصبايا، يعني صار في عندنا فريق مو بس يعني عم يعطوا محاضرات وكذا، هن صاروا محاضرات محترفات، يعني بتعطي محاضره بيجتمعوا مع الاطفال، بيجتمعوا مع الكبار، صار في عندنا تنظيم لدور الشباب ودور النساء ودور البنات، يعني عم نحاول نغطي كل شرائح المجتمع. نعم، طب كونك منسقة لأسبوع الفلك الدولي، خبرينا عن الأنشطة اللي عم تقوموا فيها كجمعية. هلأ جمعية نشاطاتها دائما مستمرة، يعني نحن مو بس بأسبوع الفضاء الدولي ولا بس بمئة ساعة فلك اللي بيعمل الاتحاد الدولي للفلك، دائما الجمعية الفلكية السورية في عندها نشاطات دائما. نحن أطلقنا برنامج ورشات من السنة الماضية للأطفال، في عندنا برامج للكبار، هاي مثلا بالنشاطات اللي هلأ حنعملها، كنا من يومين باللاذقية بفعالية مئة ساعة فلك، كان في عندنا محاضرتين، واحدة عن الانقراض السادس لدكتور محمد عصيري، والثاني عن إسهامات المرأة بعلوم الفضاء والفلك كانت لإلي، بعدين كان في عنا ليالي رصد، في عنا نشاطات بالتعاون مع المكتبة العمومية للأطفال باللاذقية، في كان عنا نشاط بمصياف، هلأ حيكون كمان في تنسيق لنشاطات جديدة، يعني دائما النشاطات مستمرة، يعني لا يخلو أسبوع من ليلة رصد فلكي، ما في أسبوع مثلا بيمرق بلا محاضرة بلا نشاط. هلأ فلك أكيد، بس خلينا نحكي عن تفاعل الناس اليوم لما نقول نشاطات وفعاليات كتير موجودة بشكل مستمر، وعم نحكي عن دورات تعليمية وتدريبية لنشر علم الفلك اليوم مع الأطفال ومع الكبار، تفاعل الناس، يعني هيدا العلم بتحسي الكل عنده فضول يمكن يعرف بعض التفاصيل عنه، بس اليوم عم نشوف على نطاق أوسع بدمشق ومحافظات سورية حضور للجمعية السورية الفلكية. هلأ الناس، نحن الإنسان فضوله كتير كبير، بيتعلق بالشيء اللي ما بيعرفه، دائما علوم الفضاء والفلك والنظر للسماء، أنت لما تطلعي بالسماء تشوفي النجوم، دائما بيصير في عندك أسئلة كتير، والناس نفس الشيء وخاصة الأطفال، يعني لما بنقعد مع الأطفال وبيقعدوا بيسألوا الأسئلة، أنه أنت بدك تشتغلي دائما تكوني شغالي جوجل، يعني لما بيسألك الطفل سؤال دائما أنت بدك تشتغلي معه لتقدري تجاوبيه وتعطيه معلومة صحيحة، فالأهالي عم بيشوفوا
اقبال اطفالهم حبهم لهي العلوم. يعني الطفل لما بيجي لعنا بيشوف حياه رواد الفضاء بنحكي له عنها من خلال سينما 3D، من خلال انه نحن الهولوجرام، من خلال يشوف التلسكوب يطلع على القمر، من خلال اشياء كثير كبيره مثلا نحن بنعلمها للاطفال. يعني نحن عم نحاول نطلع مع الاطفال ومع الشباب بالتفكير خارج الصندوق. يعني نحن مو نضل نعطي معلومات، لا، خليه يجرب بايده، مثلا يعمل نموذج قمر صناعي، يعمل نموذج صاروخ، حتى لو كان شيء كثير بسيط، بس انا فعلت فكره، خليته هو يشتغل ويفكر لحتى نحن نوصل للهدف اللي بدنا اياه اللي هو تنميه المجتمع ورسخ وترسيخ اساس لعلوم الفضاء والفلك. طبعا سوريا كانت من عام تقريبا 1948 يدرس فيها علوم الفضاء والفلك، يعني هي بلد اساسا كان فيها تدريس لهي العلوم. هلا نحن شو عم نعمل؟ عم نحاول نرجع نغذي هي العلوم ونزيد شغف الناس لها. الاهالي كثير عم يتجاوبوا، عم يحبوا الفكره انه عم يرجع الطفل يحكي لهم انا شفت الكواكب، حكوا لي عن المجموعه الشمسيه، شفت الفوهات على سطح القمر، انه هي الفوهات تخيلوا انه هي ضرب نيزك، هذا النيزك لو ما ضرب بالقمر كان حيضرب بالارض. يعني الطفل خياله واسع، بيتخيل اشياء كثير حلوه، بيروح بينقلها للاهل بطريقه كثير جميله. طب يمكن دائما في سؤال بنساله، في احداث او نشاطات فلكيه حتصير بسوريا رح نشهدها قريبا هلا السنة؟ تقريبا خلصنا الاحداث والنشاطات. كان عندنا هلا من فتره بشهر 8 عندنا هطل الشهب، هلا عندنا ب 16 17 تشرين الثاني كمان ظاهره كثير ظريفه هي هطل شهب الاسديات. للاسف في خسوف وكسوف بس نحن بسوريا ما بنشهدهم، بيشهدوها المناطق اوروبا وامريكا والمحيط الهادي وهدول الاماكن، لكن نحن حنكون على موعد مع رصد الشهب، شهب الاسديات كثير حلو، منظر جميل. نحن ما بدنا ولا اي شيء، ما بتضر عنا ابدا. الشهب هي عبارة عن بقايا من الغبار والحجارة بتحترق بالغلاف الجوي للأرض، بنشوف نحن ألعاب نارية طبيعية، بنشوف هاي بنطلع عليها بنشوفها، ما بدنا شيء غير كهرباء. هلا عم تطفي، عم يوفروا لنا عدم التلوث الضوئي، فينا نقعد بمكان بس بعيد عن الإضاءة، بنطلع على السماء، بنشوف السماء وبنشوف هاي الألعاب النارية. ولا يمنع، نحن بيقولوا ربطوا الشهاب بأمنية، إنه كل ما نشوف شهاب نتمنى أمنية، لا يمنع إذا أنا شفت شهاب أتمنى أمنية يصير كل شيء أحسن. طيب خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلنا ببداية لقائنا لليوم، الجمعية السورية للفلك نشيطة جدا ونشاطات وفعاليات، في شيء كنتوا حابين تحققوه أو حققتوه ضمن هاي السنة؟ وبما أنه نحن بخواتم العام عاملين جدول للعام القادم، بما ضمن النشاطات والفعاليات المشاركات العالمية يكون اسمكم موجود؟ طبعا. هلا من خلال مشاركاتنا الخارجيه، من بالمؤتمرات اللي عم بتصير، من خلال النشاطات اللي كنا نعملها، من خلال مراسلاتنا مع الاتحاد الدولي للفلك. يعني هلا انا خبرتك مثلا انه الاسبوع الدولي للفلك هو على دور المراه بالفضاء. ليش دور المراه بالفضاء؟ شو عملت المراه؟ نخبر العالم انه اول رائده فضاء كانت فالنتينا تورشكوفا، انطلقت على الفضاء بعام 1963، وقتها كان هذا انجاز. بهداك الوقت كان الشغل كثير بسيط انه للمراه انه والله تروح تشتغل او المراه تكون موجوده بمجال الفضاء. يعني نحن عم نحكي عن اسبوع الفضاء الدولي اللي هو بمناسبه اطلاق سبوتنيك وتوقيع اتفاقيه الفضاء ب 10 اكتوبر. يعني لما صار عندي سباق الفضاء هذا واطلاق القمر الصناعي، بلشوا يخافوا انه هن شو بدهم يعملوا لحتى يحكموا الفضاء، ما مين مكان يبعث قمر صناعي او يبعث مثلا صواريخ على الفضاء، فحطوا شيء اسمه اتفاقيه الفضاء اللي بتخدم او بتحكم استخدام الفضاء. فنحن عندنا لما تم اطلاق المراه للفضاء وكانت اول رائده فضاء وصارت تشارك بمجالات العلوم وتكون عالمة موجودة بكل المجالات، فنحن هذا الشيء موجود بالدول الأوروبية، عم يركزوا الدور كتير كبير. فنحن كجمعية فلكية هلأ في عنا مشروعين كتير مهمين اللي هن إنها عالمة فلك ومشروع الأطفال، عم نحاول نشتغل عليهم. وحتى عالميا، يعني عالميا هن بيهمهم في مشروع اسمه Space for Women، المرأة بالفضاء، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة. يعني هن عم يحاولوا يركزوا على دور المرأة بالأعمال بكل شيء، مو بس بمجال البيت أو المجالات اللي شغله على الارض، لا، حتى شغله بالفضاء. فنحن من خلال التعاون معهم، التنسيق الافكار مع الاتحاد الدولي للفلك والجهات المختصه بعلوم الفضاء والفلك بالعالم، عم نحاول نسلط الضوء ايضا على دور المراه السوريه من خلال تجهيز الصبايا عندنا. عم نحاول نسلط الضوء على انه نحن بمناهجنا التدريسيه قدرنا ندخل جزء من علوم الفضاء والفلك، يكون في عندنا بمناهجنا شيء مرتبط بعلوم الفضاء والفلك. انه ليكوا انتم عم تقولوا انه سوريا هي ما بس فيها حرب وبس فيها كذا، لا، تعالوا شوفوا سوريا فيها انجاز، فيها علوم، فيها شيء عم يتقدم للاطفال، فيها شيء عم يتقدم للاطفال، فيها شيء عم يبني النساء. فنحن ما يعني مو مثل ما العالم اخذ فكره عنا، لا، في عنا انجازات كثير حلوه. نحن عنا حضاره،
بلد طلعت منه كتير اشياء حلوه، كتير علماء لمعوا. يعني انا بهذا بمناسبه اسبوع الفضاء الدولي انه ما بننسى نسلط الضوء على الدكتوره شاديه حبال الرفاعي، مختصه بفيزياء الشمس، يعني استاذه كرسي بجامعه ويلز ببريطانيا. هاي الانسانه شاركت بالعديد من البعثات العلميه باطلاق مثلا مسبار ليدور حول الهاله الشمسيه، مسبار ناسا. يعني نحن عندنا انجازات، في عندنا انجازات على صعيد الرجال وعلى صعيد النساء، مو وقفنا عن عملنا هذا الانجاز وخلص وقفنا ما عدنا اشتغلنا شيء، لا، دائما في عندنا انجازات جديده، دائما عندنا شيء جديد. اكيد، ونحن دائما فخورين بنشاطات الجمعيه السوريه الفلكيه والجهد اللي عم تقوم فيه لتثبت مكان بليق بسوريا بالمنابر العالميه. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. وكمان تحياتنا للدكتور محمد العصيري. شكرا لك. العفو. أكيد نتشكرك على وجودك معنا. الست تركيا جبور، منسقة أسبوع الفلك الدولي بسوريا وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية، على وجودك معنا. شكرا. شكرا نور. شكرا زينب. شكرا إليك.